مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نستهلها بأبرز العناوين. نتابع من الداخل: زيارة وفد إسباني للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية والتنموية التي تزخر بها الجهة. ومن العيون نتابع اختتام دورات تكوينية تنزل برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في شقه المتعلق بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في النشرة أيضا نتابع من السمارة حفل افتتاح مهرجان الفلك والنيازك. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج مخلفا العديد من الضحايا. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس المصري ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعبية المصري الشقيق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. إلى مدينة الداخل التي حل بها وفد إسباني يمثل المجموعة الدولية لإعادة توحيد الصحراويين من أجل السلام للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية بجهة الداخل أو الذهب، وكذلك على البنيات التحتية في مختلف المجالات. الوفد التقى برؤساء المجالس المنتخبة وشيوخ القبائل الصحراوية وجمعيات المجتمع المدني. في المتابعة بكار دليمي ومحمد يتس. وفد إسباني يمثل المجموعة الدولية لدعم الصحراويين في زيارة ميدانية لمدينة الداخلة بهدف الاطلاع على المؤهلات الاقتصادية والثقافية وفرص الاستثمار. ميناء والجزيرة عصب الحياة الاقتصادية لجهة الداخلة وادي الذهب، أولى محطات زيارة الوفد الإسباني التي وقف خلالها على المؤهلات البحرية والبنيات التحتية في مجال الصيد البحري من خلال زيارة مجموعة من الاستثمارات والمصانع بالمنطقة الصناعية للداخلة. في حقيقة الأمر اندهشنا كثيرا للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها هذه الجهة، خصوصا في مجال الصيد البحري، حيث تتوفر المدينة على بنية تحتية مهمة تساهم بشكل كبير في تثمين المنتوجات البحرية وخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة، كما أن هذه الجهة تشهد نموا متواصلا وهذا شيء رائع. اليوم كان عندنا واحد زيارة ديال واحد الوفد إسباني للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية في المنطقة، في الخصوص في الصيد البحري، اللي واكبنا معاهم زيارة الميناء، اللي شافوا الميناء وشافوا حتى المكان بيع الأسماك اللي كان الحمد لله فيه واحد شافوا ذاك شيء وعجبهم مزيان الحمد لله. جلسة عمل أجرها الوفد الإسباني بمقر جهة الداخلة وادي الذهب اطلع خلالها الوفد على ما تم إنجازه من مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون في مختلف المجالات. قام زيارتنا وفد إسباني يتكون من باحثين واقتصاديين وسياسيين، قمنا بإطلاعهم على سير عمل المجلس الجهوي وأيضا المشاريع التنموية المنجزة من طرف المجلس، وأيضا يعني في إطار نقاشنا يعني درسنا مجموعة من المشاريع المستقبلية اللي تكون هناك زيارات مستقبلية في ذات طابع اقتصادي. مقر بلدية الداخلة احتضن أيضا لقاء تم خلاله تقديم عرض حول برنامج التنمية واستعراض الأوراش التي انطلقت بهذه المدينة، فضلا عن استعراض مختلف المؤهلات الاقتصادية
نقوم بهذه الزيارة من أجل الاطلاع على ما تزخر به هذه المدينة والجهة ككل من مؤهلات اقتصادية وتنموية. كانت لنا عدة لقاءات مع المنتخبين وفعاليات محلية، كما قمنا بزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الحيوية. هي مناسبة كذلك للتأكيد على ضرورة تسليط المزيد من الضوء على معاناة ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث يعيشون ظروف جد قاسية إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان، ونتمنى أن يتم ذلك في القريب العاجل. كان عندنا لقاء مع السيدة التاميرانو، الشخصية البارزة اللي بطبيعة الحال وصلت عن قناعة أن الصحراء مغربية وما يمكن تكون شيء ثاني إلا مغربية، وهذه قناعة راسخة. السيد تلقى تهديدات من أعداء الوحدة الترابية للمملكة، هذا بطبيعة الحال كان زاده في الأنشطة اللي يقوم بها في صالح ملف وحدتنا الترابية، وطبيعة الحال كانت التغاء منتخبين مثل الساكنة بصفة ديمقراطية. شيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب وخلال لقائهم مع الوفد الإسباني أكدوا على تمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة وعلى مختلف المواقف الوطنية الداعمة للثوابت الوطنية. اللقاء كان مناسبة لتوضيح جملة من القضايا للوفد الإسباني. نحن اليوم التقينا مع وفد إسباني، وفد اللي حقيقة وحكما نتقاسموا معها الأفكار، نتقاسموا معها أفكار قضيتنا هذه اللي نحن ذي 40 سنة نحن نعيش فيها، ياسر من المؤامرات وياسر من المزايدات وياسر من إجبارنا. اليوم فعلا ناس اللي فهم هذا وتتفهم وعندها نفس الرؤية اللي معنا، ما تمنى فينا بهاللي ذا رؤية حقيقية وهي اكتشفت من نفسها، ما هو نحن اللي أعطيناها لها. المجتمع والمدني بجهة الداخل وادي الذهب التقى بالوفد الإسباني. هذه الجمعيات التي تعمل في عدد من الميادين الاجتماعية الثقافية والحقوقية، حيث تم الحديث عن تجربة المجتمع المدني على مستوى الجهة وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات. نبقى بالداخل، حيث انطلقت أشغال النسخة الأولى من نهايات أسابيع لاستكشاف فرص الاستثمار، وذلك بمشاركة العديد من المستثمرين والمقاولين الذاتيين المغاربة والأجانب. عودة مع بكر ليمي ومحمد يدس. بهدف جعل الداخل مركزا اقتصاديا اقليميا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي، يأتي تنظيم هذا اللقاء نهايات اسبوع لاستكشاف الداخل الذي يهدف ايضا الى البحث عن فرص الاستثمار بالجهة من طرف مستثمرين مغاربة واجانب، واعطاء دفعة جديدة لدينامية التنمية التي تعرفها المنطقة. الهدف من هذا اللقاء هو تعريف بمؤهلات الجهة وفرص الاستثمار الواعدة للجهة، خصوصا في ظل المجهودات الكبيرة المبذولة في إطار تنمية المناطق الجنوبية اللي كيشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي فرصة باش نعرفوا بالمؤهلات ديال الجهة بفرص الاستثمار، وأيضا الدفع في إطار خلق شراكات بين مستثمرين من المنطقة. يستهدف هذا اللقاء حاملي المشاريع والمقاولين الراغبين في توسيع أعمالهم وتنميتها في قطاعات متنوعة كالسياحة والتكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والخدمات والفلاحة والصيد البحري. في الصداد نعرفوا اش واقع في لا ريجيون ديال الدخلة، ما شاء الله كل شيء يتكلم عليها وفيها ما يدار، وبغينا نكونوا تحنا من الناس اللي نقدروا يستثمروا فيها. دونك جايين من مدينه الرباط باش نكتشفوا كل دونك لي زوبورتونيتي اللي نقدروا اللي متاحه من طرف المركز الجهوي للاستثمار في الجهه ديال واد الذهب، الدخله واد الذهب، واللي هي كثيره حيت هذه المنطقه هذه عندها واحد الافاق كبير وعندها خصنا نساهموا فيها كمستثمرين وكشباب في التنميه ديالها، التنميه الاقتصاديه ديالها. فاحنا عندنا فكره على اننا نستمروا في ميادين مختلفة منها الفلاحة والصيد البحري كذلك السياحة،
وكذلك الرقمنه، حيت هي حنا مأمنين انها هي المستقبل ديال بلادنا، المستقبل ديال الاقتصاد ديال بلادنا. جيت نشوف الداخله حيت كان عندي في البال بحال بزاف ديال الناس الداخله فيها على لو توريزم، ما الداخله سي تجيني انا ان فيل دافونير فيها ديجا بوكو بوكو داغيكولتور بوسيبل، بوكو داكواكولتور، فيها بزاف ديال لي بوسيبيليتي باش بور ديفلوبي واحد لي زاندستري، حيت دابا ملي تنفكروا الداخله تنفكروا لي زويت تنفكروا شي حوايج. تزخر جهة الداخلة وادي الذهب بعدة موارد طبيعية تعزز قدرتها على تحقيق تنمية محلية مستدامة ومتنوعة، ترتكز على قطاعات مهيكلة للاقتصاد الجهة، ومكنت هذه المؤهلات المهمة من جعل المنطقة مركزا متميزا لجذب رجال الأعمال والمقاولين يتطلعون للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة. اختتمت مساء اليوم باسمارة فعاليات الندوة الوطنية حول واقع وآفاق وتحديات قطاع الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. حفل الاختتام عرف تكريم عدد هام من الشخصيات والباحثين والأكاديميين المشاركين خلال هذه الفعاليات، كما تم توقيع اتفاقية شراكة روم فتح فرع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الصينية بإقليم سمارة، لترفع في الأخير برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. بمدينة العيون وتنزيلا لمضامين البرنامج التنموي المندمج الخاص بجهة العيون الساقية الحمراء في شقه المتعلق بالصناعة التقليدية، أشرف مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على تنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي وحرفيي الصناعة التقليدية، والهدف إلى تقوية قدرات هذه الفئة في مجالات الحكامة وتدبير المقاولات. تفاصيل في متابعة عياد سرتي والصالح رقيبي. هو حفل تتويج المشاركين ضمن هذا البرنامج التكويني الذي ينزل الشق المتعلق بالصناعة التقليدية والمندرج ضمن المشروع التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية. 350 مشاركا ومشاركة ينتمون لأقاليم الجهة الأربعة استفادوا من ورشات تكوينية في مجالات مهني وحرف الصناعة التقليدية، برنامج امتد لثلاث سنوات. هذا البرنامج تم خلال ثلاث سنوات الأخيرة ابتداء من 2018، ضم عدة دورات تكوينية في جميع مجالات الصناعة التقليدية، واللي استفادت منه جمعيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي والحرفيين التقليديين بجهة العيون الساقية الحمراء، وتمت الاستفادة ديال جميع الحرفيين في أقاليم الجهة العيون بوجدور الطرفاية والسمارة داخل مباني جامعة الدولية بالعيون، وكذلك تم التنقل إلى بعض الأقاليم الثانية كالطرفاية والسمارة وبوجدور، والذين استفادوا من هذا التكوين، واللي لاحظنا أنهم في خلال هذا اليوم عبروا عنهم استفادوا استفادة كبيرة خلال هذا البرنامج، وطامحين أنهم يسوقوا المنتوجات ديالهم في المستقبل القريب إن شاء الله. المشروع المندمج لتكوين حرف الصناعة التقليدية اللي فيه حرف كانوا له ينقرضوا وتكونوا فيهم مجموعة اللي يتحافظ على ذاك على 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 استمرارهم، واللي فيه واحدين ما كانوا يعرفوش شي ويدربوا عليه وتكونوا في ميدان الصناعة التقليدية اللي هي صبحوا اليوم صناع تقليديين ينتجوا منتجين يفتحوا محلاتهم يخدموا معاهم الناس، واللي بدلا من يبقى ضايع في الشارع والله كذا اصبح منتج اصبح تاجر اصبح مفكر، واللي الحمد لله اذا الميدان اللي تكونوا فيه كونوهم فيه اساتذه حتى هم من نفس ميدانهم. الحكمة وتقنية التسيير وتدبير المقاولات مجالات ضمن أخرى كانت مسطرة ضمن هذا البرنامج التكويني الذي يهدف إلى تطوير قدرات الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية ومواكبتهم في تسيير مقاولاتهم الذاتية. التكوين في مجال أنماط الحكمة وتقنية التسيير كنا استفدنا بمرحلتين متتاليتين، المرحلة الأولى امتدت سنة والمرحلة الثانية امتدت 2020، كنا من ضمن المستفيدين الأوائل
بهذا التكوين لتسيير المشاريع الخاصة والمشاريع المقاول الذاتي. هذا النشاط اللي قمنا به اليوم هو توزيع الجوائز للمستفيدين اللي استفدوا من التكوين في الحرفي في النجارة والجلد والنقرة وسبعة ديال المهن، وهذا الشيء كان مول 350 مستفيدة اللي استفدوا في هذا التكوين مدة 3 سنوات، أفواج من السمارة، من بوجدور، طرفاية، إم العيون. هي برامج للدعم والتكوين والمواكبة تستهدف العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد أهم الركائز التنموية على صعيد الجهة، فضلا عن دوره الحيوي في صون الموروث الثقافي المحلي. نظم المركز الجهوي للابتكار والتجريب التربوي بمدينة العيون دورات تكوينية لحاملي الشهادات العليا من أبناء الإقليم الراغبين في اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديمية الجهوية لسنة 2020-2021. حصص تكوينية تهدف إلى دعم وتأطير حاملي الشهادات العليا في مختلف المواد التعليمية والبيداغوجية. في المتابعة سناء بناوي والحنفي بيبا. برنامج من البرامج التكوينية التي تساهم في تمكين الباحثين عن شغل من حاملي الشهادة العليا من الانتفاع من هذه المبادرة التي تهدف إلى تنمية مؤهلاتهم ومكتسباتهم المعرفية التي تيسر عملية الاندماج في سوق الشغل، وذلك من خلال التعرف على أبجديات والأسس البيداغوجية لاجتياز المباراة التي تعنى بمهنة التعليم. هناك تدريس أو تهيئ المجازين العاطلين عن العمل للامتحانات لأطر الأكاديمية القادمة، وهذا ديدننا لمدة 3 سنوات. في السنة الأولى كانت 400 مجاز، تم تكوين 400 مجاز، وفي السنة الثانية 508 مجازين، وهذا العام وصلنا 360 مجاز نكونهم مجانا، أساتذة جزاهم الله خير متطوعين في هذا المجال في كل المواد. وأكيد أن هذه العملية هذه أفادت كل الأطر الأكاديمية اللي نجحت في الامتحانات اللي كتقوم بها الأكاديمية في كل سنة. هذه الشراكة التي تم توقيعها بين مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وولاية جهة العيون والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع جمعية الابتكار التربوي، هي شراكة تأتي من أجل ضمان اندماج سلس لحملة الشواهد العليا خريجي المؤسسة التكوين العالي من أجل الاندماج السلس في سوق الشغل. هي من بين المبادرات الرائدة على الصعيد الوطني، وهي المبادرة الأولى على الصعيد الوطني باعتبار أنها الجهة الوحيدة التي تسعى لتكوين حملة الشواهد العليا من طرف مجموعة من المكونين الذين يتوفرون على الخبرة اللازمة لتقديم المساعدة. شباب من مختلف الأعمار حاملي شواهد عليا في تخصصات مختلفة اختاروا الاستفادة من هذا التكوين المجاني الذي من شأنه أن يساعدهم على ضبط أساسيات ممارسة التعليم والتأطير الأكاديمي من خلال الاستفادة من دروس التقوية في مواد مختلفة تساهم في ضمان اندماج سلس. نخوض تجربة جديدة وهي التعرف على مهام هذا الإطار الذي سيكون إن شاء الله له مقاربة نوعية داخل المؤسسات وله انطباعات جيدة من خلال خلق مجموعة من الوضعيات التي تساعد المدرس والقائد داخل المؤسسات التعليمية سواء التعليمية الابتدائية إلى مرحلة الثانوي. جيت نستفاد من هذا الفورماسيون باش نتكون فيه، لأن كانت فعل التعليم نستافدوا عندنا فورماسيون هون لجميع المواد العربية المات فرنسي، داروا هذا المبادرة زينة ما شاء الله، ونشكر فيها المدير وجميع الأعضاء اللي دايرين هاي المبادرة. الفورماسيون الحمد لله الجهة فاش دعمت الشباب عدلت لهم هذه المسألة هذه باش اسمو يتكونوا ويشوفوا نقاط الضعف اللي يواجهوها في الامتحان باش ينجحوا، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. نحن اليوم في هذه الدوره في نسختها الثالثه جئنا لتقاسم الخبرات والتجارب في مجال تدريس اللغه الفرنسيه مع حمله الشواهد الراغبين في اجتياز مباراه. نتمنى التوفيق للجميع، ونحن هنا يعني
بصدر رحب نستقبل حملة الشواهد ومستعدين نكونوهم في جميع المواد. مبادرة استهدفت أبناء الإقليم من حاملي الشواهد العليا الذين يرغبون في اجتياز المباريات الخاصة بقطاع التعليم والتي من خلالها ستمكنهم من تطوير معارفهم وخبراتهم واجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة. في مستجدات الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و487 حالة شفاء وخمس حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4,200,183 شخصا. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة بتسجيل ثماني حالات بجهة الداخلة وتذهب، حالتين بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة قليميم ودنون. انطلقت عشية اليوم بسمارة فعاليات مهرجان الفلك والنيازك الذي تنظمه جمعية هدايا السماء للشهب والنيازك بشراكة مع جمعية الصحراء للفلك بالعيون وجمعية المحافظة على صناعة أو الصناعة ما قبل التاريخ. حفل الافتتاح ترأسه عامل الإقليم وحضره المنتخبون والأعيان وفعاليات محلية. في المتابعة محمد المصطفى خية ومحمد مولود ملاخر. تنطلق هنا بالسمارة فعالية مهرجان الفلك والنيازك وصناعة ما قبل التاريخ، ويفتتح المهرجان رسميا من طرف عامل الإقليم والوفد المرافق له، والبداية من متحف النيازك حيث يتم التعريف بها وسبل المحافظة عليها كإرث ثقافي وواحدة من مؤهلات الإقليم السياحية والثقافية، إلى جانب جهود جمعية هدايا السماء للشهب والنيازك بالسمارة للتعريف أكثر بأهمية هذا الإرث الثقافي. المنطقة معروفة يعني بشساعتها الصحراوية ومعروفة يعني بتواجد نيازك، يعني نيازك نادرة تم العثور عليها في يعني مدن الصحراء مثل نيزك البلاك بيوتي، هي الجميلة السوداء وهو أغلى وأنذر نيزك في العالم، بالإضافة إلى نيزك عطارد الأمير كوغي في منطقة بير عباس، بالإضافة إلى نيازك يعني وجدت في محيط مدينة سمارة. نحن سعداء بإقامة هذه المهرجان والذي يتضمن محاضرات وعروض ومراقبة أمسية لمراقبة السماء، وكذلك عروض كما تشاهدون يعني عروض لصناعة ما قبل التاريخ، عروض لورشات الفلكية، عروض للميتيور للنيازك. تجربة زوينة أنها كتوريك عدة فوائد كثيرة على المجال تاع الفلك، زودني بزاف تاع المعلومات على الكواكب والنجوم وأيضا النيازك. ودار الثقافة الشيخ سيد أحمد الرقيبي كانت على موعد عقب ذلك وبحضور الوفد الرسمي مع حفل توقيع كتاب المرشد في النيازك لمؤلفه الأستاذ الجامعي والباحث في مجال النيازك عبد الرحمن إبهي، وهو الكتاب الذي يقدم الكثير في هذا المجال. فعندنا إصدار جديد المرشد في النيازك، فالمرشد هو تطبيق، كنا درنا كتب قدام كنحاولوا نفسروا شنو هي النيازك، لا دابا كنجاوب على الاسئله الناس اللي كيبحثوا على النيازك، كيفاش يعرفوا كيفاش يلقاوها، كيفاش يميزوها بين ديال الارض. وانا استغليت هذه الفرصه وزعما في القلب مفتوح باش نديرها في مدينه سمارة، مدينه العلم. ندوات ومحاضرات وليلة فلكية لا زالت ضمن برنامج مهرجان السمارة للفلك والنيازك، وكتابة ما قبل التاريخ ستستمر على مدى يومين. في الخبر الرياضي، وبالعاصمة الموريتانية نواكشوط تابعت الجماهير ليلة البارحة المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والموريتاني ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين. مراسلة من نواكشوط لأحمد بدي والسلك مولود. من هذا المقهى في العاصمة نواكشوط اختارت هذه المجموعة من المشجعين الموريتانيين والمغاربة متابعة مباراة المنتخبين، المباراة التي تلعب ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجماهير الموريتانية الطامحة إلى تأهل منتخبها الذي استطاع اقتناص نقطة ثمينة.
هذه المباراة مباراة حاسمة للمنتخب المرابطون، كانوا يتأهل للمرة الثانية على التوالي كما تأهل للمرة الأولى كان مصر. إن شاء الله يربحوا ماتش ما شاء الله فتبارك الله زين الحمد لله. خلنا من الناحيتين الحمد لله، الحمد لله خلنا ماتش 0-0 الحمد لله الحمد لله. أما الجماهير المغربية تابعت المباراة وقد ضمن منتخبها التأهل، لكنها أرادت أن يؤكد أسود الأطلس أحقيتهم في ذلك. وتك الحمد لله المباراة كانت حماسية وسالنا بالتعادل لنصف الفريقين، والحمد لله اللي سالينا في الصدارة متاعت المجموعة ديالنا الحمد لله. 90 دقيقة تابعت الجماهير مباراة كانت شبه متكافئة بشهادة المتابعين. تطلع الموريتانيون إلى فوز منتخبهم ليضمن التأهل للمرة الثانية في تاريخه، لكن الحسم تأجل إلى الجولة القادمة. والآن إلى جديد الصحف الجهوية الصادرة يوم غد إن شاء الله في تقرير لزميل عياد سرتي. موقع الداخلة بلوس كتب: أكدت صحيفة موريتانيا أن النجاحة الدبلوماسية المتلاحقة التي حققتها المملكة أقنعت العديد من دول العالم بتجسيد اعترافها بمغربية الصحراء. وأوضحت صحيفة الوئام الموريتانية أن النجاحات الدبلوماسية الكبيرة والمتلاحقة والمتنوعة التي حققها المغرب في القارة الإفريقية أولا ثم في العديد من القارات أقنعت العديد من دول العالم بتجسيد الاعتراف بمغربية الصحراء من خلال فتح قنصلياتها في مدينة العيون والداخلة، مبرزة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي على رأس هذه الدول. وبحسب الصحيفة فإن قيادة الجبهة الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر أدركت أنها ترسم خططها التصعيدية على رمال متحركة في يوم عاصف، مؤكدة أن عوامل داخلية وتغيرات إقليمية ودولية عديدة ومتشابكة حولت طموحاتها إلى سرب. وأضافت أن من بين تلك العوامل هناك إلى جانب النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة التصريحات الأممية المتكررة والمدعومة بقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية حلا مقنعا وواقعيا وعمليا. موقع أصوات نيوز كتب: أوقفت مصالح الأمن الجزائرية أزيد من 170 متظاهرا في نهاية مسيرة الحراك الاحتجاجي الشعبي المناهض للنظام التي خرجت أمس الجمعة بالعديد من الولايات الجزائرية والتي تعرضت للقمع بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية. المصادر ذاتها أوضحت أنه تم اعتقال ما يفوق 170 جزائريا في 14 ولاية وفي مقدمتها الجزائر العاصمة والتي شهدت مسيرات احتجاجية شعبية، مضيفة أنه جرى إيداع بعضهم رهن الحراسة النظرية في حين وجهت لآخرين استدعاءات للمثول أمام وكيلي الجمهورية. موقع غليمين بريس كتب: تم يوم أمس الجمعة بأقادير على هامش افتتاح المركب الإداري لهيئة المحامي لدى محاكم الاستئناف بأقادير وغليمين والعيون التوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأقادير وغليمين والعيون واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة وغليمين وادنون والعيون الساقي الحمراء والداخل وادي الذهب، تتعلق على الخصوص بتقوية قدرات المحامين بالهيئة في مجال لحقوق الإنسان. موقع الساقية نيوز كتب: جرت بمقر رئاسة جامعة ابن الزهر مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين جامعة ابن الزهر ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة. وتنص هذه الاتفاقية الإطار على كيفية الشراكة بين الجامعة والوكالة لتنفيذ مشاريع ذات طابع ثقافي وتربوي تعليمي وبحث علمي تعود بالنفع على ساكنة الأقاليم الجنوبية لضمان جاذبية هذه الأقاليم وتنافسيتها. ولتنفيذ هذه الاتفاقية تتعهد الوكالة بالمساهمة في تمويل المشاريع المشار إليها في الاتفاقية والمشاركة في لجنة تتبع تنفيذ الاتفاقي الإطار. موقع العيون الآن كتب: نظمت جمعية رابطة وادنون للمواطنة والتضامن الاجتماعي بغليمين بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان غليمين وادنون ورشة تفاعلية حول موضوع ظاهرة العنف ضد المرأة بحضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية بإقليم غليمين، والتي تتناول بالنقاش ظاهرة العنف بالمجتمع خاصة العنف الموجه ضد المرأة من مقاربات مختلفة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم جرف إبراهيم ولد موسى ولد محمد عن عمر يناهز 77 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة ولاد بوحشرة.
كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولد الحسن ولد علي البرناوي عن ولد سيد الزين عن عمر يناهز 65 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء رقيبات البويهات أهل سيد الزين. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة محجوبة بنت محمد سالم ولد البشير ولد الخراشي عن سن تناهز 88 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد تدرارين ولاد ياسين. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة الزانة بنت محمد ولد الطيب عن سن تناهز 81 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة الحسن أيت بومكوت. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن يا مشاهدينا الكرام نصل إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله. إذ ارتقب أن يكون الطقس مستقر بعموم المناطق الجنوبية. درجات الحرارة العليا ستسجل 29 درجة بالعاصمة الرباط، 24 درجة بسيدي فنية، 30 درجة بكريميم، 31 درجة بأسا وزاك، 27 درجة بالقطان، 24 درجة بالطرفية، 30 درجة بسمارة، 26 درجة بالعيون، 28 درجة ببكرة، 22 درجة ببوشدر. كما ستسجل أيضا 29 درجة بقلتيت زمور، 34 درجة بمضريقة، 22 درجة بالداخلة، 27 درجة بأوسر، 23 درجة بالقوارة. حالة البحر بالوجه الأطلسي سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:53 دقيقة، أما الغروب سيكون في حدود الساعة 8:03 دقائق بمشيئة الله. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 28 درجة بتندوف، 34 درجة بالرابوني والزويرات، 32 درجة بالتودني، 23 درجة بالوادبو، 37 درجة بعطار، 36 درجة بنواكشوط، 42 درجة بكيدي مع التسجيل، 41 درجة بالعاصمة المالية باماكو. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدينا الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عناوينها. تابعنا من الداخل زيارة وفد إسباني للاطلاع على المؤهلات الاقتصادية والتنموية التي تزخر بها الجهة. ومن العيون تابعنا اختتام دورات تكوينية تنزل برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية في شقه المتعلق بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي النشرة تبعنا من السمارة افتتاح مهرجان الفلك والنيازك. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى الملتقى إن شاء الله.